لو الحكايه فيها ان فيتو بقيت عامله ازاي وحضرتك اسعار نار خالص خالص خالص، حرام حرام الاسعار دي. عشان طقم سنيقه 8000 جنيه وطقم اكواريكس بقى 3000 جنيه، حرام قوي. الناس هتجوز عيال ازاي؟ ما بيتجوزوش خالص. ولا الادوات الكهربائيه والحاجات كلها غاليه، كله مفيش حاجه اسمها انك انت تاخد حاجه رخيصه هتشيل حاجه بلا، حرام. مش عارفين نجيب العروسه تاني. بس اخرج يعني جهزت واحده فاضل الثانيه. لا اللي انت كنت مجهزاه الاول كانت مكلفه بكام ودلوقتي انت مش عارفه؟ ولا ب 100000 الاولانيه ولا 150، دلوقتي بقى غالي ب 3000. طب وحضرتك دلوقتي بتشتري زي ما كنت بتشتري من الاولى ولا ايه؟ كل من الثاني بيبقى 2000 زياده، يعني لو في اصلا رقابه على التجار الناس المستورده الكبيره ما كانش الاسعار تزيد كده. ان كل بسعر كل يعني كل اسبوع سعر بيزيد، حاجه مثلا ب 1000 بيبقى ب 2000، حاجه مثلا ب 900 ب 1700، فدي حاجات زياده وبيبقوا على الزبون، زياده عليه وعلى الزبون. الزبون مش قابل. يعني كذا مره احنا مثلا نبيع مثلا كل بيبقى مثلا بيبع مثلا حلو النهارده ما بيبقاش، الزبون بيطلع ويخش ويشوف الاسعار ويمشي. طب العروسه كانت الاول بتشتري ازاي ودلوقتي بتشتري ازاي؟ والله العظيم الاول كان بس تاخد مثلا كل الجهاز بتاعها ب 10 15000 يعني، ودلوقتي النهارده اقل حاجه مثلا 40 50000 جنيه في المنزليه، ابو 10 ب 40 وخدت الزياده مش هينها الكهرباء على المنزليه والميكانيكات كل حاجه فيها زيادات. احنا غصب عننا لو اصلا في رقابه حكوميه على الناس المستورده الكبيره دي ما كانش الاسعار زادت بطريقه فظيعه، وزوم بيعاني احنا غصب عننا برضه. والله هنعمل ايه؟ الحاجات دي ارتفعت بسبب حاجة واحدة، انه يعني لما قفلوا الاستيراد فالحاجات دي رفعت ما لهاش بديل هنا، فهي عدد الاسباب يعني برفعة الاسعار. طب حضرتك شايف العروسة دلوقتي بتشتري ازاي وقبل كده كانت بتشتري ازاي؟ والله العروسة النهاردة يعني حضرتك مثلا هي يعني لو هي اصلحت من الصالح تلغي حاجه اسمه نيش، عشان خاطر النيش هو ده السبب في ارتفاع يعني في تكلفه العروسه، ممكن تستكفى بالمطبخ بس. طب هي كانت بتشتري قبل كده ازاي؟ يعني كانت بتاخد طقم صيني، تاخد طقم اركوبال اركوبايركس، طقم المونيا، طقم ستانلس، طقم تيفال، سيراميك، جرانيت، ده كله كانت بتاخده العروسه. طب ودلوقتي؟ لا دلوقتي يعني ممكن مثلا لو هو يعني عشان خاطر ارتفاع الاسعار ممكن حضرتك يعني تاخد مثلا بدل ما تاخد جرانيت وسيراميك وتيفال ممكن تستكفى بحاجة واحدة، عشان التلاتة دول بيحلوا محل بعضيهم، يعني الجرانيت والتيفال والسيراميك يعتبر واحد، يبقى تكتفي بطعم واحد بدل ما تاخد تلاتة. طب حضرتك دلوقتي شايف الأسعار دي بنسبة كام في المية؟ الأسعار مش محدودة، يعني ممكن زادت أكتر من 100% الأسعار، يعني الحاجة هم 1000 جنيه بقت اكتر من اكتر من 2000 جنيه كمان سبب الدولار وسبب قفل الاستيراد وسبب يعني اللخبطه دي اللي حصلت. هو طبعا الزبون دلوقتي بيخش بيسمع الاسعار بيتخض طبعا زياده الاسعار، مثلا الفرق دلوقتي مثلا من 6 شهور فاتوا زياده مثلا ممكن تتعدى 100%، تتعدى 100%. كان الاول الزبون العروسه مثلا بتيجي بتجهز بتاخد طقم تيفال وطقم سيراميك وطقم جرانيت، دلوقتي الزبون ممكن تكتب قطعه واحده حاجه واحده وايه تلخص الموضوع يعني عشان تقدر تدفع الاسعار. فبالتالي طبعا جو السوق طبعا يكاد يكون معدوم، يعني في المبيعات والشراء ضعيفه جدا، المبيعات ضعيفه جدا،
حتى البلد لما منعت دخول سلع معينه مثلا زي الاكسجين وزي الحاجات دي ادت احتكار لواحد هنا في مصر، واحد في مصر هنا يعتبر محتكر مثلا اللي هو فيلم مصري علماني طقم الفيلم ابو 1000 جنيه او 5000 جنيه المصري، فبالك المستورد اللي عنده طقم فيه مستورد ومخزنه لما يلاقي المصري 5000 جنيه يبيع المستورد بكام؟ بس هو دي في عامة كل حاجة زادت الأسعار نايمة في السوق، اللي بيجي ياخد حاجة اللي كان واخدها ب 1000 يجي يلاقيها ب 1500 ما بيرضاش عنها. طب العروسة كانت بتشتري ازاي ودلوقتي بقت بتشتري ازاي؟ ما هي كانت بتيجي مثلا تلاقي ده ب 1000 جنيه ده كان ب 600 النهاردة ب 1300 زاد النص بالنص، ما ترضاش تيجي تاخده دلوقتي، أول ما هتيجي وتلاقيه ب 1300 مش هتاخده عشان كان ب 600 جنيه. السوق بيريح. طب كانوا قبل كده بيشتروا ازاي؟ كميات قد ايه؟ كميات كان السوق شغال كان ب 600، الحاجات الغالية خلاط فرنساوي كان ب 350 جنيه النهارده ب 800 جنيه، محدش بياخده. الأول كنا شغالين فيه على طول، كان السحب منه أي حد بياخده فرنساوي. دلوقتي ب 800 جنيه مش أي حد بياخده. يعني حضرتك شايف إن السوق نايم؟ طبعا مش زي الأول. الزباين عندنا زبائننا احنا اللي بيجي اللي كان بياخد ده مثلا ب 600 بيجي يلاقي ب 1300 ما بيرضاش ياخد، يقول لي لا هناخده زايد النص. اسعاره في المال كله ارتفع، صلي على النبي. انا عندي مفرش كنت بجيبه ببيعه ب 280 جنيه دلوقتي هو المفرش، صاحب المحل اجي ابيعه ب 1000 جنيه يقول لي لا ب 1200 اخر. شوف الفرق عامل ازاي؟ مش في المفرش بس، في كل حاجه، كل حاجه ارتفعت، ولا حد عارف يشتري ولا احنا عارفين نبيع. الزبون طبعا بيجي ياخده ب 280، لما اقول 1200 بيطلع يجري، فولا بقى في بيع ولا في شراء، واقف حياه البلد كلها حالها واقف في كل الاسعار. طب العروسه كانت بتشتري الاول؟ العروسه كانت بتشتري لو حاجه ب 2000 جنيه بتاخد جهاز وهي ماشي، عربيه كده اللي هي اليد دي بتطلعها بجهاز، دلوقتي ال 10000 جنيه مش هيجيبوها ب 2000 جنيه. طبعا الزبون بيجي يتخض من الاسعار فبياخد معاه بيروح. يعني حضرتك شايف ان السوق واقف؟ السوق كله واقف، لو دخلت المحل مش هتلاقي فيه زبون زي ما انت شايفه، تخش اي محل بتاع السين هتخش عنده هتلاقي رف في مليان ورف فاضي، مش عارف يجيب حاجه ولا عارف يبيع حاجه، فكل السوق حاله واقف بسبب الاسعار اللي عالية. عالية من مين بقى؟ الله اعلم، بس مفيش مراقبه على ولا عليا ولا على السوق. المفروض حد ينزل مراقبه، تنزل تراقب البياع، شوف ده مثلا ده بقد ايه؟ ده ب 100 جنيه، ازاي ابيعه انا ب 1200 جنيه؟ وهو عليا ب 100 جنيه. صح؟ لكن ما حدش بيراقب حد. كله بيبيع بمزاجه، كله بيغلي بمزاجه. يعني انا كل يوم صاحب المحل حاجه زادت 50 جنيه بزود على الزبون. ثاني يوم زادت 100 جنيه بزود على الزبون. كل ده على الزبون الغلبان، طب هيعمل ايه الزبون؟ طب ياخد بعده ويتكل على الله. والله واحده اغمى عليها من كام يوم. بسبب الاسعار. نازله ب 10000 جنيه مش عارفه تجيب بيهم حاجه، خدت بعدها وراحت بره. فاللي ربنا يعين الناس يعني. اسعار الفرشه النهارده احنا كتجار مفروشات بنعاني جدا بعد ارتفاع سعر الدولار، لان سعر الدولار ادى لارتفاع اسعار المواد الخام، فبالتالي ارتفاع اسعار المواد الخام كقماش وكعلبه وكفاكيوم وخيوط تطريز ادى لارتفاع سعر المنتج النهائي تقريبا بزياده نسبه الزياده تقريبا من 100 ل 150%. ودي زيادة منطقية طبعا لأنها مرتبطة بزيادة الدولار، لأن الدولار تقريبا ارتفع سعره تقريبا بنسبة 100%. فالنهارده البنت النهارده اللي دخلت تشتري النهارده بدل ما كان عندها إمكانية إن هي تشتري 10 ملايات أو 15 ملايات بقت تشتري 5 ملايات، كانت بتشتري 4 لسات فوط بقت تشتري 60 فوطة، كانت بتشتري بطانيتين أو ثلاثة بتشتري بطانية واحدة. وده شيء منطقي لأن دي القوة الشرائية للمستهلك مرتبطة بالدخل. والنهارده الدخل ثابت زي ما هو والاسعار زادت، فبالتالي بتقدر تشتري اللي كانت بتشتري ب 10000 جنيه من 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 اربع خمس شهور النهارده بتشتري ب 10000 جنيه بما يعادل قيمه 5000 جنيه. يعني حضرتك شايف ان دلوقتي السوق واقف خالص ومفيش مبيعات؟ لا الدنيا الدنيا متحركه وفي مبيعات، بس المبيعات تقريبا بنسبه 50%، لان تقريبا القوه الشرائيه للفرد مرتبطه بالدخل قلت تقريبا بنسبه 50%. اللي كنت بقدر اشتريه الاول ب 50 جنيه النهارده بشتريه ب 100 جنيه. انا لو داخل النهارده هم ال 50 جنيه فبالتالي بقدر اشتريه بما يعادل بال 50 جنيه ما يعادل قيمه 25 جنيه.